السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة وصحة جيدة يا رب العالمين. شكرا جزيلا على مساجاتكم، على تعليقاتكم وعلى جمادكم وتشجيعكم ليا. دونك حبيبات قلبي، العودة المدرسية يفصلنا عليها أقل تقريبا من أسبوع أو أسبوع. اليوم جيتكم فيديو فيه 5 نصائح بالرسمي ما يلزمهاش دونك تفوتك العوده المدرسيه، ان شاء الله تكون ناجحه. اول نصيحه معايا هي تنظيم وتجهيز المشتريات. دونك احنا سيبون الاغلبيه نتاع لي مامون توا والا لي بارون الكلنا اخذينا الادوات المدرسيه نتاع وليداتنا، وحتى وكان معناها ناقص راه ممكن حكايات فارغه هكايا جوست نستناو دونك المعلمين ولا السادة يعطيونا الليستة النهائية نتاعنا، خاطر كل قسم وشنو هو متطلباته. دونك اللي قعد حكاية فارغة، دونك المفيد الحاجات الكبيرة والحاجات الثقيلة ارتحنا واخذيناها. دونك نشوف شنو نعملو، نجيبو الكتب نتاعنا الأدوات، كان باش نكتبو التيكيت هذوك المزيانين، نكتبو أسامي وليداتنا عليهم، نغلفو الكتب، وشكون بالله كيفي تموت على المرحله نتاع تغليف الكتب. دونك نحب نغلف الكتب او الكراسات هذوك، ممكن تعطيني نعرفش قديش انا من كتاب ولا كراسه نقعد نغلف فيهم بدون كلل او ملل، ونغلفهم دوبل كيما كنا نعملو قبل، نغلفو الغلاف الاولاني هكا الكاغذ هذاك وفوق منه هكا البلاستيك، مش كيما تو اشري غلاف حاضر وغلف كراستك وتعدى به. دونك ونشوفو شنو عندنا، مثلا ستيلوات، اقلام، فوتر، كل صغير ونحطه في السطوش نتاعو الادوات اللي يستحقها. وحاجه اخرى زاده باللي لا تنساو هاك لي بورتفوليو سواء الكبار والا الصغار. هذوك لي بورتفوليو سواء هذوما هكايا او بيان هذوما اللي يبداو هكا ضرايفين بالتيكتاك، هذوما ناخذو منهم دونك لصغيراتنا. شنو هو يصحو؟ يصحو مثلا اذا كان عطاوهم في المكتب ولا في الكوليج ولا حاجه اوراق ولا دوكيومون ولا حاجه، نخبيوهم ما نضيعوهمش وقت المراجعه، نستحقولهم ونجبدوهم ما نضيعوش حتى ورقه بحول الله. ثاني نصيحه معانا هي ان احنا ناخذوا الرزنامه نتاع السنه الدراسيه، ان شاء الله نحاول ان نحطها لكم سواء معناها هنا هكا الفوق ولا في اي بلاصه، ولا نخليها لكم ميم حتى على المنتدى. بالنسبه للرزنامه نتاع السنه الدراسيه لتونس باهي، علاش نشوفوا الرزنامه نتاع السنه الدراسيه نتاعنا؟ نحاول نشوفوا احنا الامتحانات، يعني كل ثلاثي المده نتاعو قداش، من وقتاش يبدا وقتاش يوفى. نشوفوا الامتحانات نتاعنا وقتاش تبدا، زاد كيف كيف وقتاش توفى سامحوني، سواء لورال والا الكتابي. ونشوفوا زاد العطل، وخاصه كي نحكي على العطل نحكي على عطله النصف الثلاثي، خاطر هذيك الجمعه من زمان ولا 10 ايام، خاطر فما تغيير السنه في الرزنامه نتاع العطل. دونك الجمعه هذيك نجمو نستغلوها بالكدا بالكدا للمراجعه. دونك نشوفوا الجدول والا الرزنامه نتاع السنة الدراسية الحالية. نجيو توا للنصيحة رقم 3 واللي هي تنظيم وقت المراجعة. كيفاش باش ننظم وقت المراجعة؟ دونك احنا عملنا طلع على الرزنامة نتاع السنة الدراسية، عرفنا الثلاثي الاول وقت الشدة وامتحانات نتاعو وقتاش. دونك نعمل طلع على المواد شنو عندي. دونك شوف انا مثلا في الرياضيات ولدي شنو باش يقرا في الثلاثي الاول، والا في الفرنسية، في اللغة العربية، نشوف انا شنو عندي واحد ونقسمهم. دونك وتنجم زادة تعمل هكاكا، تعمل جدول نتاع مراجعة تبدا به مع صغيرك، واذا كان عندك من صغير زادة كيف كيف والا اكثر من مستوى. دونك كل صغير نعمله قسم له، ان نحط له جدول نتاع الاوقات نتاعو، جدول المراجعة نتاعو. مثلا اليوم نحاول نعمل ريفيزيون خفيفه مثلا للغه العربيه والرياضيات، والا باش نعمل ايقاظ علمي، باش نعمل فرنسيه، باش نعمل زاده مراجعه على المواد الاجتماعيه. سرتوك المواد الاجتماعيه هذيك يلزمنا ديما نراجعوها اول باول ونحفظوا اول باول، باش وقت الامتحان ما نحلوش. يبداو هكا عنا برشا دروس نتاع تاريخ والا برشا دروس نتاع جغرافيا، راهو ماهوش باش ينجم
يحفظهم بالكدا. وبالنسبه للتاريخ والجغرافيا والتربيه المدنيه والكل، ماذا بينا ما نحفظهمش تال كلمه، يعني ناخو انا هكا مكتوبه نحفظ الصفحه كامله وكهو عن ظهر قلب. لا، نحاول اني انا جوست نفهم نحكيها كحكايه ونفهم شنو معناها اللي قاعد يصير سطو في التاريخ، وناخو انا اك التواريخ، والا هكا نسب هذوكم في الجغرافيا والوحدين، وهكا كان نجم هذوكم كي بدا سي بون حافظهم، ينجم من بعد يتصرف في الريداكسيون، معناها يكتب كيما يحب. المفيد عطينا التواريخ والاحداث تكون صحيحه من بعد الكتابه، مش مشكل. وهكا الطريقه انجح وانجع من انه يحفظ ومن بعد هيك تسال يحفظ اليوم يعدي الامتحان، تساله من غدوه ما تلقى حتى شيء في مخه. باي حاجه واحده اخرى زاد، انتم تنجموا تستعينوا بشخص والا من عش اختك والا جارتك ولا صاحبتك ولا اللي هو، نقولوا انا ولدي سنة تروازيام اني دونك من سنه ثانيه تعدى للسنه الثالثه، وعندي صاحبتي والا جارتي ولدها كان سنه ثالثه وبس كاتريام اني معناها ولا في سنه رابعه، نحاول ان نعرف منها مثلا الترميستر الاولانيه ولدي معناها جماعه السنه الثالثه شنو عندهم مثلا في الرياضيات، شنو عندهم في اللغه العربيه كقواعد كانتاج ككل، باش انا نعرف الدروس هذوكم نتاع التريميستر الاولى، نحاول انا نولي هكاك نقسمهم في جدول المراجعه نتاعي. مثلا نقول لي انا اليوم باش نعملو ولدي باش ناخذ الجمعه الاولانيه مثلا باش نقعد نراجع معاه كان معنى الجمله، مثلا جمله تامه غير تامه، كيفاش ينجم يرتب مجموعه نتاع مفردات باش يكون لي بها جمله، وكل جمله هذيك باش يكون لي بها نص، ويفرق ما بين الجمله كما قلت لكم اللي عندها مثلا معنى تام وما بين الجمله اللي ما عندهاش حتى معنى والكل. ونصيحه واحده اخرى زاده، يعيشكم هما يعيشكم، مش تقول راني حاطه ولدي يقرا ايتود وتنساه، لا ما تعملش على ايتود اكاهو، صحيح انت ربي يبارك لك وربي يفضلك دونك حاطه ولدك يقرا في ايتود وخاسر عليه الفلوس والكل، مي هذا ما يمنعش انه انت زاده تتفقد وليدك، تعمل معاه ان شاء الله حتى نصيف ساعه في النهار، تشوفوا شنو قرا شنو ما قراش، تراجع معاه هذا كان فما حفاظه يعرض عليك. المفيد ما تعملش كان على اليوتيوب والا على المعلم في القسم، فقط يعيشك، خذ شويه هكا من وقتك من هك 24 ساعه، خذ ان شاء الله حتى نصيف ساعه وراجع مع ولدك وشوف، خاطر بالرسمي الصغير كي يلقى امه واقف عليه في قرايته حتى ولو عقوله هو مش عامل مثلا نقول احنا من القرايه الرسميه اللي يولي بالسيف عليه يتشجع جوست على خاطر امه. النقطة الرابعة إلى النصيحة الرابعة هي مراجعة ما سبق. دونك في بداية كل سنة دراسية فما حاجة اسمها التقييم التوجيهي، دونك يتعملها بالنسبة للابتدائي نحكي معكم، دونك فما التقييم التوجيهي يتعمل ما عدا جماعة السنة الأولى، دونك اللي كانوا في التحضير وتعداو السنة الأولى ما عندهمش تقييم توجيهي، عندهم حاجة اسمها وحدة تمهيدية تقريبا تدوم حكاية 21 يوم، يعني على مدة 3 اسابيع هذيك الوحده التمهيديه يعني مهدولهم باش يبداو يقراو القرايه نتاعهم، يقراو الحروف المرحله التحليليه والتركيبيه وما الى ذلك. يعني اذا كانت عندك صغيرك سنه ثانيه دونك تولي تعمل مراجعه للدروس نتاع سنه الاولى، ان وليدك سنه خامسه ولا سنه رابعه دونك تولي باش تعمل مراجعه للكاتريام والى للتخوازيام وهكذا، خصوصا يعني فما حاجات باز نقولوا نحن نهم الاساس اساسيات في السنوات الكل، يعني مثلا رسم الاشباع، دونك الاشباع راهو باش يقراه صغير من الاولى للسيزيام، يعني اذا كان ما يعرفش يرسم الاشباع صحيح على الدنيا سلام. دونك عندنا زاده التنوين، عندنا الحروف المتشابهه، عندنا الترتيب نتاع مفردات باش ينجم يكون جمله تامه المعنى، نفس الشيء عندنا راهو في الرياضيات، اذا عندك الجمع الطرح الضرب القسمه تكوين المجموعات، انه هو يعرف مثلا على قدري والا اكبر، ميم حتى في هيك المسائل والكل، فما مثلا نقولوا لفلاح ثلاثه بقرات في مزرعته مثلا ثلاث بقرات وعدد الخرفان يفوق عدد البقرات باثنين مثلا، باش يعرف اسكو هو باش يعمل عمليه جمع والا عمليه طرح، فهمتوني كيفاش. دونك نحاولوا ان نراجعوا الحكايه هذوما، عندنا زاد المتر والاجزاء نتاعو الكيلوغرام والاجزاء والا المضاعفات هذوما الكل، نحاولوا ان احنا نرجعوهم مع صغيراتنا سيرتو البريود هذه جميعها هذه، باش وقت يرجعوا ويعملوا هك التقييم التوجيهي ما نتصدموش بالنتائج
ميم انت تتصدم تقول شنو هذا، تعدي ولدك تقييم مثلا تلقاه مو جايب في حاجه باهي، تولي هو الصغير ياخوها شوك من اول ما دخل، يعني اول تقييم يعدي في هيك سنه دراسيه يكون النوت نتاعو ماهيش ولا بد يتصدم، وانت زاد كيف كيف. دونك باش نتجنبوا الحكايات هذه الكل، نحاول اني انا نراجع مع صغيري البروغرام اللي قراه في العام اللي سبق، وصرتو كيما حكيت لكم الاساسيات هذوما كيما الاشباع، التنوين، الرسم الصحيح معناها نتاع المفردات، ونجم نعملو حتى مثلا اذا كان عندي زوج صغيرات نعملها حتى مسابقه ما بيناتهم، اي شكون فيكم يعني نعمل لكم املا وشكون اكثر واحد يكتب كلمات صحيحه من غير ما يغلط في الرسم نتاعه. نجيو توا للنصيحه رقم 5 اللي هي تنظيم وقت النوم. دونك وقيت ودي جام تاع تنظيم النوم نتاعنا، يعني مش عطله كامله، صغير دونك شابع بالنوم يقعد راقد من حتى بعد 10 نتاع الصباح، ونجي هنا في اول نهار نتاع قرايه نقول يلا 7 نتاع الصباح لازمك تقوم، والا ما حتى شكون يقيم ولده قبل حتى 7 نتاع الصباح. دونك لازمك من تو من تو من تو من تو من تو تولي تفيقهم نتاع نصف ساعه ساعه قبل الوقت، مثلا اذا كان هو نعش يقوم لك الحداش العشرة ونص العشرة نحاول اني نفيقه. ميم زادة كيف كيف بالنسبة الوقت النوم، دونك نقدم له في وقت نوم، كان يرقد نص الليل واللي يرقد الحداش ونص الحداش ما نفوتلوش، باش هكاك ميم با من هنا الاربع خمسة ايام اللي مازالونا دونك تفصلنا على العودة المدرسية يلقى روحه ينجم يقوم في الوقت. بي نقطة واحدة أخرى زادة مهمة اللي هي التليفون، الأيباد، اليوتيوب، ودونك مواقع التواصل الاجتماعي الكل، دونك تبدأ تنقص لصغيرك وماذا بيك تنحيها الجملة، سينو راك باش تقول باي باي للتركيز متاع صغيرك في القراية. خاطر أكثر حاجة تمهمش الصغير وتخليه ما يركزش هي يعني حكايه الفيسبوك وحكايه اليوتيوب وهو تليفون وها ما نعرف شنو، راهو ما عادش باش يركز الصغير جمله وما عادش باش يقرا جمله جمله. به اتهنينا توا من صغيرات، نحبك انت حبيبه قلبي في وسط المعمعه هذه الكل، تعطي زاده كيف كيف حق روحك، وتنظم انت زاده لو طون قاعده تنظم في وقت النوم نتاع صغيراتك، انت زاده راك لازمك تنظم وقت النوم نتاعك. دونك مانيش نحكي على النساء العاملات ربي يعينهم، ديما هذوكم يقوموا بكري صيفا شتاء على طول العام، يعني ما عدا بريود نتاع هاك الكونجي والكل. بالنسبه زاد للنساء اللي ربيت البيوت كيف كيف، دونك اذا كان صغارك انت كانوا في عطله تصبح راقده معاهم هكا شويه دوبا تقوم مثلا تحضر فطور راجلكم بعديك ترجع ترقد، لا دونك حتى انت زاد باش تولي تنظم وقت النوم نتاعك، ترقد ابكر شويه باش نجم تقوم ابكر، وتنجم انت زاده تحضر كلانش بوكس وتحضر صغير ويح، وماذا بيك زاده فما معناها دي تاش تفوضهم تخلي صغيرك هو اللي يعملهم، وتتلهي انت زاده شويه في روحك وتتلهي زاده بصحتك، وتعمل روحك برنامج وقت لي يبدا صغيرك يقرا والا يبدا هو في الليسي ولا في المكتب هك الوقت هذاك الاربع خمسة سوايع اللي هو فيهم البرة، يلزمك تعمل برنامج ليك انت وتتلهي بروحك انت. ما تنسونيش يا جماعه في اللايك في الكومنتير والبارتاج، خاطر راهو يعني بريسك 90% ولا اكثر شويه من اللي قاعدين يتفرجوا ما همش مشتركين. ليه يا جماعة ليه، واحنا عملنا لكم ايه؟ انتي تتفرج وتتفاعل وتخلي في الجيم وتخلي في الكومنتير على الفيديو، عليه ما تعملش هكا نزلة هكا على هيك الفلسة الحمراء هذيك اللي كان الروج اللي فيها سبسكرايب ولا اشتراك ولا سابوني، كليك عليها باش هكاكا تولي كل ما نهبطوا فيديو جديد يوصلكم. وان شاء الله بحاول الله نحاول اني نعمل معكم روم تور، اذا كان بوغ معناها الفكره نعمل لكم جوله في بيت بنتي حضرناها للعوده المدرسيه الجديده، قلت لكم ديجا هي سنه بحاول الله تحضيري، دونك شيرها على القرايه هكايا وشيخه، عملت هكايا شويه تعديلات في البيت نتاعها مش كيما قبل، دونك كيما توا دونك زدنا حاجات هكايا والكل. كان انتم تحبوني نعملكم جوله في الغرفه نتاعها قولوا لي، خليوا لي دونك في لي كومونتير، وبحاول الله ان شاء الله الفيديو الجاي يكون روم تور ميلا
نقولكم توا شوفوا ديعة ربي وباي باي، ونتمنى انه الفيديو اعجبكم. الى اللقاء.